يا ابي الفشل. تم الحمد لله اليوم افتتاح مقر جمعية أصدقاء مرضى السكري حياة، وتحت رعاية عطوفة محافظ محافظة الكرم ومعالي الوزير ناصر القطامي وسعادة السفير أحمد الرويدي. طبعا هذا المقر احنا لنا 6 سنوات سعينا جاهدين لأن نكمل مشوارنا بمقر يهدف إلى تقديم التوعية والتثقيف بمرض السكري. هاي الجمعية تأسست بالبداية هي من الأهالي والشباب والشابات مرضى السكري، وطبعا حرصا منا على المتابعة المستمرة لمرض السكري والتثقيف أثبتنا وقدرنا أنه نستمر، وبخلال القراءات والمؤشرات الصحية لمرضى السكري وخصوصا فئة الأطفال في المستويات الطبيعية والمحافظة عليها. طبعا لوحدنا ما بنعمل، احنا بنعمل بالشراكة مع المؤسسات الصحية والراعي والداعمة في محافظة طول الكرم، وبعتقد انه يعني كل مؤسسة او كل موقع في طول الكرم له بصمة في عمل هاي الجمعية. وبكل تأكيد اليوم هاي رسالة تضامن مع الجمعية ومحافظة طول الكرم من خلال الدعم اللي قدم لهذه الجمعية لتطوير خدماتها المقدمة لصالح مرضى السكري. أكيد هاي جاي كرسالة تضامن من إخواننا العرب والمسلمين مع أهلنا في فلسطين من أجل اللي هو تعزيز صمودهم وثباتهم على الأرض من خلال اللي هو التطوير الحاصل على نوعية الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، البنية التحتية، التعليم، الصحة، وتطوير القطاع الزراعي. وتخصيص اليوم هو جاي في هذا الإطار من أجل تعزيز الجمعية وقدراتها على التطوير والنهوض بنوعية الخدمات المقدمة.